هل الدين يحث على كثرة النسل؟ نعم، قال الله تعالى في كتابه الكريم ممتنا على بني إسرائيل وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. قال شعيب عليه السلام مذكرا قومه بنعم الله عليهم، اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. ونوح عليه الصلاة والسلام يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة، منها ولد صالح يدعو له، ويقول أيضا تنكحوا فإني مكاثر بكم، إني مكاثر بكم. والأدلة في هذا كثيرة، ولا أخفى لكم أن يعقوب عليه السلام كان له من الأولاد 11 غير يوسف صلى الله عليه وسلم،